ابراهيم. ايش هذا يا ابراهيم؟ واحد عجبني بسكين. خلينا نشوف. اقعد. الظاهر نزفت كثير. امسك يا ابراهيم. مين اللي هاجمك يا ابراهيم؟ كانت عتمة كتير وما عرفته. كان ضروري طلوعك بهالليل. لازم اتفقد الناس. تتفقد ايش يا ابراهيم؟ من امتى بتتفقد الناس والبلد بالليل؟ ضروري يا عايدة. ضروري؟ في اشي بيستاهل انك تعرض حياتك للموت؟ يا عايدة شو لزوم هالحكي؟ ما كنت بتستنى لما يطلع النهار؟ سلامتك يا بيك، سلامتك. أنا ولا أنت يا بيك، سلامتك. تفضل. عبود. نعم يا بيك. وين المختار؟ اطمن يا بيك، بعت واحد يناديه. طمني، شلون صارت إيدك؟ مش المهم كيف صارت، المهم بدي تعرف لي مين اللي تجرأ وهاجمني. لا تأكل هم يا بيك، أنا هلأ رح أروح دقديس. أنا ضربت عليه رصاص وما بعرف إذا سبته أو لا. أكيد صبته يا بيك، أكيد، ولو أنت صييب كتير. سألني إلي. خلص خلص عبود. نعم. أنت متأكد أنه زيدان وجماعته تركوا البلد؟ أنا يلي متأكد يا بيك، لأني ضليت ماشي وراهم لحتى طلعوا من البلد. طيب هلأ أنت روح. نعم. وما ترجع إلا وفي معك خبر. ها؟ بأمرك يا بيك. بسرعة. يلا. خير يا بيك. فرج، امبارح بالليل وانا راجع في واحد هاجمني بسكين. سلامتك يا بيك، وعرفت مين هو؟ انا ما بعرف الا كم واحد من اهل البلد، ما عرفته. كانت عتمة كتير، هرب مني. لا سلامتك يا بيك. فرج، انا لازم اعرف مين هو. أنا خايف ليكون ساري يا بيك. أنت مجنون يا فرج؟ ساري مات وشبع موت. ولا مين بده يكون عملها؟ أنا خايف يطلع لي سار جديد ولازم أعرف مين هو.